الجمعية العمومية بتاعتكم امتى؟ يوم 28 28 و29 ان شاء ده الله. ده ان شاء الله. الأنين حضرتك منها؟ لا 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 خالص خالص، الحمد لله يعني على ثقة كاملة بالجمعية العمومية، لأن احنا اشتغلنا بما يعني بما يرضي الله، وبنشوف الإشادة من الناس كلها بالمجهود بتاعنا. عملنا حاجات كتير في النادي في الفترة القصيرة ديت، احنا بقالنا 3 سنين ونص اهوت. الفترة ديت عملنا تسخين لحمام السباحة اللي جرين اريا، الملاعب، تطوير الاستاد، ترميم المبنى الملكي كله، نقطة الإسعاف، غير الحاجات دي كلها. طبعا في النشاط الاجتماعي اللي هو الرحلات دي. النهاردة عندنا مصايف سواء في مرسى مطروح، في راس البر، في الغردقة، في الشرم، رحلات خارجية، كل دي بنعملها على مستوى عالي جدا، من 5 نجوم مش أقل من 5 نجوم. الرحلات الداخلية برضو العضو حاسس بالحاجات ديت وشايفها على طول. وطبعا الألعاب اللي موجودة عندنا، ال 17 لعبة دول، أي نعم بيصرفوا كتير جدا عندنا من أجهزة فنية وبراعم وناشئين ولوائح ليهم، بس الحمد لله الحمد لله المجهود باين كويس جدا. ان النهارده عندنا السباحه في سواء دخلت في منطقه بورسعيد لعبت فيها، ولعبت في منطقه الاسكندريه جابت ميداليات فيها ذهب، وهنا وهنا برضه فضه وبرونز. الجمباز نفس الحكايه، الكاراتيه، المصارعه، كل الالعاب الفرديه اللي عندنا ال 17 لعبه دي محقق لنا السنه دي ارقام في الميداليات لاول مره تحصل في تاريخ النادي. اسال حضرتك سؤال، في 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 مزاوله الرياضه او مزاوله السباحه او حمامات السباحه، هل السيدات ليهم دور في كده؟ يعني هل في اماكن معينه مخصصه للسيدات، ولا الامور دي لسه بالنسبه للسباحه؟ احنا عندنا من الساعه 8 الصبح للساعه 11 ديت خاصه بالنساء ديت، وعندنا طبعا التراك. حضرتك بتقفل؟ انا شايف عمارات. لا ده بيتقفل الصبح. يعني حضرتك عندك حاجه بتقفل بيها حمام السباحه؟ بالظبط. الفتره ديت اصلا ما فيش يعني البوابات كمان ما بندخلش فيها اعضاء في الفتره ديت الصبح ديت لغايه ده. الكلام ده بيبقى في الصيف يعني مش في الوقت الحالي دلوقتي، لان انت عارف حضرتك الدراسه وكده. وفي اقبال يعني في سيدات بتروح بس بيبقى يعني انسات اكتر يعني لغايه سن ال 15 سنه 16 سنه، الاكبر من كده ما بيجيش. اللي بيجي بقى ده بيبقى خاص بالتراك بتاع الاستاد وكده، بيجوا يمارسوا الرياضه الورقة المشي الصبح فيه. والأول مرة نبقى عندنا كرة نسائية في السلة ويحقق نتائج في الدرجة الأولى ويصعد الممتاز إن شاء الله بإذن الله.